ستكون من ولاية الطرف إذن، أين عبر مجموعة من المواطنين بولاية الطرف عن حزنهم على رحيل أسد الجزائر الفريق أحمد قايد صالح رحمة الله عليه وموازاة عائلته وكذا المؤسسة العسكرية. محمد بن كموخ. المجد والخروج لشهدائنا الأبرار. ضحى على البلاد هذه، ضحى على البلاد. نينو 60 خدمة على الوطن، راجل أنا من قاعة تعجيش خدمت معه 3 سنة في قسنطينة، راجل نعرفه الضباط يديروا له قيمة كي يجي يخافوا منه عبالهم به يخدم سيري، راجل وخدم مع البلاد ونعرفه مليح أنا. 100 راجل وإن شاء الله ربي يحشروا مع الأنبياء والصديقين ويحيوا الرجال وتحيا الجزائر. مكره في الأوديا. الله يرحمه ويوسع عليه، كان يحب الجزائر وكان يحب الشعب ويحب الشهداء، هذم في ثلاثة يحبهم هذا السيد ودائما يذكرهم، كان زميل مخلص ومكافح. الشهيد كافح على البلاد، ما عندوش بلاصة كافح عليها، كافح على الجزائر كامل.